مرحبا بكم من جديد مشاهدي قناة الهلال الأزرق في كل مكان. زي ما وعدناكم أنه في شهر أكتوبر الوردي لازم يكون عندنا حاجة من التوعية بخطورة سرطان الثدي وتقديم النصائح الطبية خصوصا في الجانب النفسي. عشان نتكلم في الموضوع ده معانا داخل الاستوديو دكتورة لبنى محمد علي، متخصصة في المشاكل الأسرية وعلاج الإدمان. أهلا ومرحبا بك ومساء سعيد عليك. مساء سعيد عليكم وربنا يحفظ البلاد والعباد، والتحية ليكم. انتم يعني تدقوا ناقور الخطر على قضية مهمة جدا تحتاج مزيد من التوعية في كل المجالات الإعلامية. نعم صحيح. في بداية كده احنا دايرين نشوف اكتوبر الوردي وارتباطه باللون الوردي وارتباطه بالنساء، يعني كثير من الناس بيفهم انه سرطان الثدي عنده ارتباط وثيق جدا بالنساء، هم اللي بيحتاجوا للكشف الدوري فقط. نتكلم عن الجانب ده شويه. اكتوبر الوردي ابتكرته الامم المتحده لانه يكون يوم لرفع الوعي والتوعيه بخطر سرطان الثدي بصوره عامه. الوردي هو شعار زي ما الايدز عنده شعار احمر، كل الشعارات العالميه يعني مثلا الصحه النفسيه شعارنا نفس الورده دي بالاخضر، الايدز نفس الورده دي بالاحمر، نفس الشعار ده بالوردي لسرطان الثدي. لكن المفهوم الخاطئ في دولة السودان بالتحديد وفي بعض الدول العربية إنه سرطان الثدي يأتي للنساء فقط، ده مفهوم خاطئ. أنا عندي يعني زول قريب جدا من الأسرة درجة أولى مصاب، رجل مصاب بالثدي، هو عبارة عن 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 تكتلات خلايا، الخلايا الموجودة داخل الحلقة تحت الثدي بيحصل فيها يعني انشطار، يعني تبقى الحجم بتاعها أكبر، يحصل فيها خلل ما، وده بيؤدي بعد كده إما كبر الحجم الثدي أو يحصل فيه تحجر. دي هي سرطان الثدي، خلايا ما منتظمة. أي جسم معروف عندنا يعني خلايا معينة بأعداد معينة في جسم الإنسان، في كل جزء من الجسم بتاعنا السرطان هو انشطار للخلايا دي، يعني تحصل فيها ربكة، العدد يزيد أو ينقص. الصاين الوحيد المفروض الأسرة والأم تنتبه لها إنه حجم الثدي لو بقى زاد برز لبرة، الملمس إذا أنت طفلك أو بنتك أو في سن صغيرة لما تجي تستحمي الطفل ده بتحس بأنه الحجم قوي، يعني في قوة كده، تبرز حاجة شكل الليمونة دي مرحلة متأخرة. طبعا بالنسبة للبنات في ملامح معينة، يعني السرطان الثدي باختصار شديد ليس فقط بالنسبة للنساء، نساء ورجال لازم نحن نعرف الصاين والسيمتم، وأكيد دكاترة متخصصين في الجانب الفيزيولوجي يتكلموا عن الحاجة، لكن أنا منظمة أتكلم عن الجانب النفسي يعني إن شاء الله. طيب يا دكتورة لبنى، يعني التعايش كيف مع المرض إذا حدث، يعني من جانب الأسرة الأصدقاء، يعني تهيئة الجو لأنه الزول يتخطى المرحلة دي؟ طيب أول كلمة حابة أقولها، المرض ما بيقتل الزول، بيقتلك يومك أياً كان نوع المرض. خلاص السرطان ما هي خلايا سرطانية استرطنت في حتة معينة، يعني أنا بقول لكل الأصحاب اللي أنا بعرفهم ومر بيهم الحاجات كثيرة، سواء كان سرطان في أي جزء من الجسم، أفضل تقطع أصبعك، تقطع رجلك، تقطع ثدي، تشيله برا عشان ما ينتشر ويعمل مشاكل تانية. المهم في الموضوع انه التوعيه بالخطر، انه حصلت الحاجه دي، اهميه الاسناد النفسي، يعني في لما تحصل السرطان ده اي نوع من السرطان، كان بنتك، كان ولدك، كان صديقك، كان صاحبك، كان زول قريب لك من الدرجه الاولى، اهميه الصحه النفسيه هي ذاتها بتساعد في التعافي ذاته في من مرحله، لانه اذا حصلت مشاكل نفسيه وعدم القبول للمرض ذاته مشكله. ولازم نؤمن بالغضاء والغدر، يعني اي حاجه اصابه بتحصل لنا دي ما غضاء وغدر حصل خلاص، لكن اهميه الدعم النفسي، اصحابك الدرجه الاولى لازم يقدموا لك السبورت، الدعم، دي حاجه مهمه خالص خالص. يعني عالميا انا عايشه في كندا، لما يصاب زول بسرطان ثدي بتوفر له الحكومه الكنديه زول يكون مرافق له، سوشيال وركر، زول يكون في المستشفيات. انا اتمنى نصل لمرحله على الاقل وزاره الصحه الاتحاديه ولا الولائيه يكون في كل مستشفى يكون في سوشيال وركر او معالج، لو حصل اكتشف الدكتور المرض ما طوال يخلعك به، انت عندك سرطان في الثدي، هيئوك، يجهزوك نفسيا، يجيبوا الداعم النفسي، لانه في لحظه من اللحظات انت يونيد تو جريف، يعني بتحتاج لانك تبكي، بتحتاج لانك، في ناس بينهاروا ما بيتحملوا الحاجه دي. يعني انا بشيد بدور الدايات قريبه منكم من هنا، استاذ امال النصري، عندنا مركز هنيه، عندنا مركز العلاج بالاورام في الخرطوم، دول كلهم بيقدموا الدعم، لكن ما كافي لانه المرض انتشر بصوره كبيره جدا جدا. لولا انتشاره الكثير لما حصلت التوعيه بتاعت اكتوبر الوردي واهميه دوركم الموجود مناط به حاليا. نعم، بما انه احنا قاعدين نتكلم على الجانب النفسي المترتب على اثر الصدمه اللي ممكن يسمعها الشخص اللي بيكلموه انه هو
مصاب بسرطان. كثير من الأسر بيكون عندهم يعني شخص من الأسرة عرف إنه مريض بسرطان، الدكتور وراهم ورا الأسرة، لكن المريض ما وروه بالحاجة دي، فبيكون هو بياخد في علاج وهو ما عارف، خاصة منهم كبار السن اللي ممكن يمشوا المستشفى ما يقدروا يجروا إنهم دخلوا يا غرفة ولا أخذوا شنو ولا الحاصل شنو. يعني بيدس المرض، بيدسوا منه المرض، هو ذاته المريض، خليه من باقي الناس. طيب الديس ما حبابه، يو هاف تو فيس ذا فاكت، يعني لازم نواجه الحقيقه خلاص. لانه بعض مرات خلينا من سرطان الثدي، في بعض الامراض اذا انت بتاخذ ادويه مع بعض يمكن يكون عندها اثر ثاني عليه. لازم نختر المريض ونراعي للجانب انه نحن ما نهايه الدنيا، فلان ذاك ما جاه وما يعني. انا اذكر لك مثلا لما والدي جاته الكورونا، كان اصاب بالكورونا ربنا يديه العافيه، كان يعني متالم جدا. بعض من اخواتي قالوا لنا لسه منه المرض، لا انا تم المرض. ليلى صاحبه ذاك ما توفى، ما انا طوالي واجهت بابا شنو يعني صاحبك توفى، ده عمره انتهى، لكن يو هاف ان شاء الله لونج لايف. وما في حاجه ساعدت الوالد غير انه احنا وقفنا معاه في الدعم النفسي، الاسناد النفسي. كونه زول كبير في السن تجلس منه المرض ما كويس، لانه قد يكون عنده كومبليكيشن بتاع امراض ثانيه، العلاجات دي بتعمل اثر ثاني. اهميه الدعم النفسي مهم جدا، لازم نقدم له الدعم النفسي وفي نفس الوقت نوريه الحقيقه، لانه الديزديس ما كويس. يعني يمكن الزول المصاب بسرطانات، بعض السرطانات دايره رعايه خاصه، دايره جاء حاجات معينة يهتموا بها. يعني مثلا إذا الوحدة بترضع وهي عندها سرطان مفروض توقف الرضاعة لحد ما، خاصة الثدي المصاب ده ما ترضع به، ما هو ما بينتقل للطفل لكن بيعمل لها ألم في الخلايا اللبنية وبعض الأشياء دي. عشان كده لازم نحن نوري الزور المصاب إنه عنده المرض. طيب شنو العلامات يعني اللي بتدل على انه يعني مريض السرطان ده عنده مشاكل نفسيه او نفسيته ما مرتاحه؟ طيب عند تلقي الخبر يعني انت عيان عندك كده، عشان كده نحن بنحاول ندس المرض. طيب اول حاجه بتتبادر للكثير من النساء انه الوحده لما جاء سرطان هي حتموت. ما حتموت، انا بعرف كميه من الاخوات اصيبوا بالسرطان وعاشوا اكثر من 20-15 سنه. انا بعرف ام واحده من صحباتنا 15 سنه مصابة بالسرطان الثدي، ولما توفت بلطغة بتاع الدبي، يعني عضاض دبيبي توفت، يعني ما كان السبب الأساسي. في ناس اللي بيقول لك ماتوا فجأة ديل بيكونوا لاست ستيج، في آخر مرحلة اكتشفوا المرض، عشان كده الأعمار في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى. في ناس كتير أصيبوا بكورونا، يعني ده خطر العصر يعني، وما توفوا. طيب العلامات بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل كما أسلفت، إنه بتكون في تحجر، بتكون في وجع في اليد، بعض مرات بيطلع اللبن، يعني مادة لبنية، بعض يطلع الدم في الثدي، التفاصيل دي كلها، وجع في اليد، يعني أي وجع في اليد ما تهمليه، أي وخز ولا ألم في محيط الثدي ما نهمله. بعدك نجي بعدك لقدام، الناس ممكن تعمل الفحص الذاتي، بتم كيف بدائرة معينة ورفع اليد لطريقة معينة عشان تفحصي الفحص الذاتي أمام المراية، ما محتاجة تمشي لدكتور ولا أي حاجة. المهم في الموضوع التسغيف الأسري والتسغيف بتاعكم ده، حق الشغل بتاعكم الإعلامي ده، يتطلعوا يعني كثير من الناس الإديوكيتد الجارسين جامعات عارفين، لكن إحنا كيف نصل الرورال إيريا ونصل المناطق البعيدة دي؟ في ناس عارفين المراحل دي كلها ومتابعينها، خصوصا مع انتشارها في السوشيال ميديا وفي يعني الوسائل الاعلاميه، لكن ما بيطبقوا الحاجه دي. يعني في ناس بيقول لك انه انا اجيب المرض لنفسي لايام شاف حسنا، وهذا كويس ما عندي حاجه. طيب عالميا اي مره فوق ال 35 سنه مفروض تفحص المونوجرام، اللي هو الفحص بتاع السرطان الثدي، دي اجباري كومبلسري برا. نحن متاخرين، لكن ده دوركم انتم، ثاني ارجع عليكم انتم كاعلام، تو انكرج الويمن، تو انكرج الشباب ذاتهم، الاولاد ذاتهم، وخاصه اذا كان في هيستوري ايشو، يعني اذا كان واحد من الاسره المغربين الفيرست كلاس، يعني الاب الخال العم الناس القريبين في الاسره اصيبوا باي نوع من السرطان، انت طوالي تجهز نفسك. اصلا هي في اشهر ثلاثه سرطان، اربعه سرطانات، سرطان الرحم، سرطان الثدي، سرطان البروستاتا بالنسبه للرجل، والسرطان بتاع الفم خاصه للناس اللي بتعاطوا الطبخ التباكو او كل الانواع دي، اشهر الانواع المنتشره، بالاضافه للوكيميا والحاجات دي، في حاجات مربوطه بالولادات والتفاصيل دي. يعني مفروض نحن اذا في واحد من الاسره مصاب باي نوع من السرطانات، نحن بالبلدي نبل راسنا يعني نكون جاهزين انه نحن نعمل فولو اب ومتابعه والتفاصيل دي. الجينات لها دور برضه. ايوه الجينات. اي طيب جيناتي. يا دكتوره، علاقه الادمان بالسرطان شنو؟ الادمان ده الوجع الكبير، يا ريت تفرضوا لنا مساحات اكبر في قناه النيل الازرق. وانا بناشد، ودي الرساله بحب اقولها،
للإعلاميين في كافة السودان الآن سرطان، سرطان من نوع آخر ألا وهو الإدمان، وخاصة وسط انتشار الكريستال ماس، الشيء المخيف. زمان نحن بنتكلم عن البنج والعرق، الحياة البلدية والحياة الأعشاب، نحن الآن نواجه سرطانات مخلغة، نوع من الكيميكال مركب تركيب معين وأثره ملموس في لحظته، يعني الكريستال ماس ممكن من أول جرعة نحن نصل للإدمان. علاقة السرطان بالأنواع المخدرة، بعض الأمراض في مرحلة معينة استيج معينة بيدوهم التركدول وبيدوهم الترامادول، هي حبوب مسكنة للألم في خاصة في المرحلة الأخيرة. بعض الناس بتدمن هذه المسكنات. اللي بيحصل برا عالميا انك انت ما مفروض تاخذ الدواء اكثر من 3 شهور، مفروض يقطعوه بنوع اخر، لكن احنا في السودان للاسف الواحد بيشيل الروشتة ويمشي لاقرب صيدلي بيداله، بيحصل ادمان. بعض الناس بتصل الكوبين مع الدواء ذاته ما بيعمل لهم حاجه، بيحسوا زي ارجريدي، يعني الدواء ده ما وقف لي الالم، انا اخذ مور اند مور، يعني اخذ اكثر واكثر لحد ما اصل مرحله الادمان. بعض الناس يقول لهم لا والله لا، انت خاصه برا يعني انت ممكن تاخذ الحبوب المسكنه للالم بتاعت السرطانات دي، وكلها حبوب مثبطه للالم يعني عشان ما ينتشر كثير، عشان ما يقوم ياخذوا معاه مثلا الويسكي الشراب التفاصيل دي. للاسف للاسف نحن هنا الصيادله، انا يعني برجح ثاني قانون لقانون الصيدله والسموم، مفترض ما يتاخذ اي دواء الا بروشيتا. في علاقه كبيره جدا جدا بيناتهم الاثنين، الناس لما نصل مرحله الالم متى داري اي حاجه تسكت لك الالم، ممكن اعمل اي شيء انا يسكت لي الالم، عشان كده في علاقه لصيغه جدا جدا. يا ريت الناس اذا عندها زول مصاب بالسرطان تكون كلوز قريبه منه، لانه ممكن اشغله من ناحيه الالم دي بحاجات ثانيه، اوريه الم ناس اخرين، في ناس مصابين بحاجات ثانيه يعني اخطر منه في نفس على السرطان، لكن في ناس متاخره خالص خالص. انت تحمد ربنا ما وصلت مرحله فلان، انا اعمل لكم كومبيريزون، اشغلهم ببرامج ثانيه، اقدم لهم الدعم النفسي، لكن ما نحتمل على الحبوب اعتماد كثير. حنرجع لموضوع الادمان ده ثاني، لكن برضه في المزله بتاعت الدعم النفسي دي، ايوه بنلقى انه مرات في شخص نجا من السرطان شفي منه تماما، أيوة. وفي شخص اخر متعايش مع الموضوع، أيوة. ديل بيكونوا اكبر داعمين للشخص المصاب بالسرطان، لكن بتبقى المشكله في الناس الاخرين اللي ما مصابين، بيتعاملوا مع الشخص المصاب بالسرطان تعامل شفقه، يمكن هم يزيدوا أيوة حالته النفسيه، أيوة. يزيدوا عليه سوءا يعني. اول حاجه بحيي كل الناس المتعافين من السرطان سواء كانت داخل السودان وخارج السودان، وبحيي كل الناس المتعايشين لأنهم أغوياء، لأنه هم أغوياء المجتمع. أنا عايزة أي زول عنده زول في أسرته أو قريب مصاب بالسرطان ما نشغل، أنا ما بعني الرعاية النفسية هي البيتي الخوف الشديد عليه، نعني إنه ما براه معه ناس سبورتر ليه خلاص، لكن الزول ما تحسسه بأنك أنت حتموت بكرة، نحن دي مشكلتنا في السودان يعني العاطفه الفوق للحد ذات العاطفه عندها كنترول، يعني حتى المساعده اللي احنا هنقدمها لهم ما لدرجه انه هو قادر، يعني شو زول عندها سرطان ثدي ممكن تعيش حياتها، ممكن تتزوج، في بنات صغار عندهم سرطان اتزوجوا وولدوا وانجبوا كل شيء. في واحد من الازواج اكتشف انه زوجته دي مصابه بالسرطان، بقى ما يخليها تعمل اي حاجه، ما تتعب شديد وما تكوني ريلاكس خالص خالص، يعني السرطان ما بيقتل، ما في زول بسرطان ثدي قالوا ثاني يوم طوالي مات، ما يعني الا تكون عندك مضاعفات ثانيه، ما يتعبوا شديد وما يرتاحوا خالص خالص، تكون الحياه وسطيه. الزول العيان ده نحن ما نخاف عليه لدرجه الشفقه انه حيموت بكره، لا انت كده بتنهي حياته. انا لما تكلمت عن اهميه الدعم النفسي ما بتكلم عن الشفقه، في فرق بين الشفقه الزايده والدعم النفسي، يعني الدعم النفسي يعني شنو؟ يعني انت ما براك، وي ار هير فور يو، نحن معاك، انت محتاجه لحاجه، داير حاجه تكون معك، يمارس حياته طبيعي. دي رساله بقولها لكل الناس، الزول المصاب بالسرطان ممكن يمارس حياته طبيعي، يتزوج، يعرس، يولد، يحصل له اي حاجه زيه زي الزول الطبيعي، يعني ما بتنقص حاجه. شنو انا حبيت لي واحده كثير ما حصلت في السودان، يعني اكتشف عندنا سرطان صدي خلاه نو لايف نو ستوب، الحياه ما حتقيف، الحياه حتستمر خلاص. دي الرساله اللي حابه اقولها. طيب يا دكتوره، ليه يعني معظم مرضى سرطان يعني بيجيهم اكتئاب ما بعد العلاج، عشان كده الناس بتحاول انها يعني ما توريهم؟ طيب الاكتئاب اللي بيجي ده لانه نحن الوصمه الاجتماعيه في بلدنا بالتحديد انه اي زلمه والله مسكينه فلانه دي جاها السرطان خلاص حتموت،
يحضروا لها في جبوره كده بالبلدي يعني. الناس بتقول كلام ما في كلام زي ده. احنا ما لم نصل لمرحله الوعي المجتمعي بانه نتعايش مع المرض ما حنقدر. حسي مثلا في ناس بتخاف من السكري والضغط، جاء الضغط والسكري خلاص نو. انا عندي خالتي 20 سنه مصابه بالسكري، بعد يعني ربنا حصلت وفت يعني، ما كان السكري هو بيقطع. في بعض الامراض اسمها متلازمه خلاص بقت خلاص انت عرفتها دي معاك، الازمه، القلب، السرطان، السكر، الضغط، امراض متعايشه ممكن تتعايش معاها انت. المهم التسخيف ده بيجي دور الاعلام ودور الطبيب المعالج. والمهم في الحاجه كلها انه يا اخوانا نحن لابد من الكشف الدوري، يعني ما لما نصاب بمرض حتى نمشي للدكتور. من المفترض على حسب قانون الصحة العالمية نفحص النظر سنوي، نفحص الأسنان كل 6 شهور، لأنه في بعض الأمراض بتنزل من اللسة تنزل في القلب، نفحص الثدي. أنا مرة فوق 35 مقدم على الزواج، أراجع 3 حاجات، أراجع سرطان الثدي، سرطان الرحم، سرطان اللسة، أراعي ما في HIV، ما في هباتايتس، دي مفروض حاجات إجبارية تتعامل. لكن نحن ودلي أبيت، لكن والله أنا أشهد يعني وزارة الصحة سواء كانت الاتحادية والولائية في ملصقات، في مطبوعات، في إرشاد نفسي، لكن نحن المتأخرين من الحاجة دي. طيب يا دكتور، احنا يبدو انه الزمن سرقنا شديد، كنا دايرين نتكلم عن موضوع الإدمان أكتر، وانتوا عندكم حملة قايمين بها اليومين دي وعندكم معالجات يعني لموضوع الإدمان، حنطمن من وقت لآخر نشوف انه ماشيين كيف. تسلم، ونحاول انه يكون عندكم استضافات معانا في الأيام اللي جاية. لكن في الختام كده دايرين منك نصيحة ونصيحتين سريعة كده. النصيحة انه المرض ما بيقتل زول. النصيحة الثانية إنه لابد من التوعية المجتمعية على مستوى الولايات وعلى مستوى الأطراف. النصيحة الأخيرة الحابة أقولها، السرطان ممكن علاجه لو يتلحق بدري. نعم ماجدة، إحنا طبعا الدكتورة مسكنا زمنها شديد وهي جاية من العمل طوالي، وكتر خيرك يعني زمنك. شكرا لكم كثير، شكرا لكم كثير. أنا حابة رسالة أخيرة، حسن حبيبي كل سنة وانت طيب، معلش تأخرت عليك لعيد ميلاد ولدي. احنا كمان دارين نعتذر له ونهنيه بعيد ميلاد ونقول له كل سنة. نورتينا كثير يا دكتورة، تسلموا كثير، الله يبارك. شكرا لكم. فاصل مشاهدينا، خليكم قراب.